مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ورحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم نهايه الاسبوع، نستعرض من خلالها اهم وابرز الاحداث العالميه والمحليه والاقليميه. سعدنا في هذه الحلقه ان يكون معي ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الاستاذ حسن ابو خزيم، الكاتب الصحفي بروزل يوسف والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. استاذ حسن، تحياتي لك في البدايه واهلا بك معنا. استاذ محمد، اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اسمح لنا طبعا هنبدا في البدايه يا استاذ حسن بالنشاط الرئاسي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال متابعه في هذه التفاصيل للتقرير التالي. يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثة التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة، ويدعو كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء. هنا رئيس السيسي أقبط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا على أن المصريين هم القدوة والمثل في التأخي والتعايش، داعين الله أن يديم على الوطن وحدته ويشمل أبنائه بحفظه ورعايته وأن يمن علينا بالخير والبركة والازدهار. أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث تقدم السيد الرئيس بخالص التعازي والمواساة في وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخل فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان. وقد توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالشكر للسيد الرئيس على الاتصال، معربا عن تمنياته لمصر بالخير والأمان. عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، تناول متابعة توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والري لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة ومشروعات التنمية الزراعية بالفيوم والمنيا وبني سويف ومشروع سنابل سولو بأسوان ومشروع منطقة الدخلة بجنوب مصر، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير للخارج. مرة ثانية أعزائي المشاهدين برحب بضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيم الصحفي والكاتب بصحيفة روزال يوسف. أستاذ حسن، يعني من خلال متابعة حضرتك لنشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان من أبرز هذه النشاطات هو يعني تهنئتنا جميعا والقيادة السياسية للإخوة المسيحيين طبعا بعيد القيامة المجيد، لأنها طبعا دي أعياد لمصر كلها وليس فقط للإخوة المسيحيين. كيف تابعت يعني التهنئة التي تقدم بها السيد الرئيس للإخوة المسيحيين في احتفالاتهم، وأيضا الخطاب الديني بقى اللي بينبع من قطبي مصر، الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي في بث روح التأخي بين الشعب المصري في كل نسيج؟ نعم، يعني السيد الرئيس طبعا متعود في مثل هذه المناسبات طبعا بيعيد على الإخوة الأقباط، وهي تهنئة لنا كمصريين جميعا بخصوص يعني عيد القيامة المجيد. نعم. ويعني قدست الباب وتدرس الصراحة أثنى على هذه التهنئة وفي عظته وفي قدس يعني عيد القيامة المجيد، أن هذه التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم نشرها في الكنائس ومن ذلك سواء داخليا أو خارجيا، وتم قراءتها خلال يعني احتفالات عيد أو خلال عيد القدس المجيد. والبابا تدرس يعني أثنى على هذه التهنئة، وده بيأكد على روح المحبة والتآخي والوئام بين الشعب المصري، ومن ذلك هذا الامر ده مهم جدا. حتى بالنسبه لي يعني تصريحات البابا تدروس يومها اكد على هذه الوحده، ومن ذلك كذلك عمليه روح المحبه والتاخي بين جميعا، ومن ذلك سواء بالنسبه لي كمسؤولين كشعب مصر، ومن ذلك وتقديم التهنئه يعني مننا كمصريين وما ذلك للأخوة الأقباط في هذا اليوم أو في هذا العيد، وهو عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم. والصراحة يعني شفنا الأسبوع الماضي كان ثلاثي الأعياد، بداية من يعني عيد العمال وبعد ذلك عيد شم النسيم وعيد القيامة المجيد. نعم. عملية الخطاب الديني زي ما حضرتك تفضلت أستاذ محمد، هو ده مهم جدا في عملية التآخي، وما ذلك احنا عارفين
كافة الأديان يعني بتأكد على روح المحبة والتسامح وما ذلك وعملية الوحدة وما ذلك، هو ده المهم جدا. والحمد لله يمكن يعني في السنة السوداء الجماعة الإخوان الإرهابية وبعد ذلك حاولوا أن هم يدخلوا في عملية الهوية الوطنية وما ذلك، ولكن الشعب المصري واقف وقال لا، ما حدش هيقدر يدخل في الهوية الوطنية المصرية، ما حدش هيقدر يغير من الهوية الوطنية المصرية. وحاول أكثر من مرة يعني الدخول في هذا الأمر، ولكن الشعب المصري متماسك جميعا الحمد لله، وإحنا بنشوف هذا الأمر على مدار الساعة، وهو ده يعني روح المحبة وروح التآخي والسلام بين الشعب المصري. ويعني وقداسة البابا تيودوروس يعني بيؤكد مثل هذا الأمر، ودي تعتبر رسالة لينا كلنا لابد أن نحن نتمسك بهذا الأمر، وده يعتبر يعني رسالتنا أن نحن نسير خلف هذا الخطاب الديني سواء المسيحي أو الإسلامي، وهو الخطاب المتوازن يعتبر اللي بيعبر عن الشخصية والهوية المصرية، بيعبر عن الشخصية والهوية الوطنية المصرية اللي هو ما حدش هيقدر يغيرها، هذه الوهية اللي هي بقالها يعني مئات أو آلاف السنين. بالفعل. طيب يعني هنتقل بحضرتك أيضا ل يعني أعزائي المشاهدين لموضوع آخر من ضمن طبعا النشاط الرئاسي يا أستاذ حسن للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحقيقة الدولة يعني بتقوم ببذل مجهود كبير من خلال مشروع مهم جدا وهو مشروع مستقبل مصر، هذا المشروع الواعد الكبير الذي توليه الدولة أهمية كبيرة جدا وتحت مظلة ورؤية ويعني رقابة القيادة السياسية. اجتمع السيد الرئيس بالأمس بالسيد رئيس الوزراء والسادة المسؤولين والسيد العقيد بهاء غنام المسؤول عن هذا المشروع. كيف تابعت هذا المشروع ومردود هذا المشروع بالنسبة لمستقبل مصر الزراعي، بحيث ان هو بالفعل يا أستاذ حسن يعني هو ركيزة مهمة جدا في الاقتصاد المصري؟ هو الدولة المصرية بتعزز الأمن الغذائي، بتعمل على توفير الأمن الغذائي من خلال هذه الزراعات، من خلال هذا المشروع الحيوي والمستقبلي والمهم يعني، وغيره طبعا من المشروعات. إذا كنا بنتحدث عن غرب المنيا، بنتحدث عن توشكا شرق العوينات، كذلك 500,000 فدان في سيناء وما ذلك. يمكن على تاريخ سيناء قبل 2014 كان يدوب لدي حوالي مزروع حوالي 217,000 فدان، ولكن استطاعت خلال فترة وجيزة أن أنت بتضيف حوالي 500,000 فدان وزيادة مثل هذه الزراعات، والتركيز طبعا على الزراعات المهمة والاستراتيجية زي القمح وما ذلك والزراعات الأخرى اللي هي بيبقى لها مردود يعني اقتصادي ومهم جدا للدولة المصرية، بدأ من عمليات الاستيراد من الخارج. وخير دليل على ذلك في يعني الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها طبعا يعني فيروس كورونا وما ذلك، ما حدش حس مننا أو شعر مننا أن هناك أزمة أو هناك نقص في السلع وما ذلك، ولا حتى بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وخاصة القمح. ليه؟ أول حاجة أن أنت زودت المناشأ أو الدول اللي حضرتك كدولة مصرية يعني بتستورد منها هذا القمح، بالإضافة عملت خلال 10 سنوات الماضية أضفت مساحات جديدة. طبعا على تاريخ الدولة المصرية كان لديك حوالي 9 مليون فدان هم دول المزروعين، ولكن في فترة قياسية بسيطة استطعت أن أنت بتضيف حوالي 4 مليون فدان. ويمكن تبقى لي التصريحات اللي هي خرجت قبل ذلك يعني استصلاح الفدان الواحد بيحتاج حوالي 300,000 جنيه، بالإضافة طبعا عملية المياه وما ذلك، وانت حضرتك شايف يعني التحديات الموجودة بالنسبة للمياه على مستوى العالم نتيجة التغيرات المناخية وما ذلك. ولكن لديك زي ما حضرتك تفضلت في هذه المقدمة الجميلة من حضرتك أستاذ محمد يعني رؤية القيادة السياسية، هذه الرؤية الثاقبة والإرادة السياسية أن أنت بتزود المساحات المنزرعة، بتزود كذلك المحاصيل اللي هي طبعا الاستراتيجية زي القمح وما ذلك، وخاصة عملت يعني هذا العام يعني زودت يعني بالنسبة للرقعة الزراعية الرقعة الزراعية 3.6 مليون فدان، وإن شاء الله وإحنا شايفين يمكن الفدان بيجيب من 20 إلى 24 أردب من القمح نتيجة طبعا وجود أصناف جديدة من القمح وما ذلك. بالإضافة طبعا يعني في هذا الاجتماع المهم السيد الرئيس طبعا ناقش مع السادة الوزراء ويعني ورئيس مجلس الوزراء بالنسبة لموضوع الكهرباء وزيادة عملية تغطية مثل هذه المشروعات القومية
من التغذية الكهربية، والاعتماد خلال الفترة المقبلة على الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، يمكن مع عام 2030 بتصل حضرتك إلى ما يقرب وتوفير كل اللوجستيات المطلوبة لهذا المشروع، المشروع مستقبل مصر أو مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات تشكى طبعا من أهم من أهم ما أكد عليه السيد الرئيس بالنسبة للسادة المسؤولين هو توفير الدعم اللوجستي من كهرباء، من مرافق، من مياه، من كل ما يتطلبه هذا المشروع لدعمه. بالفعل يعني الدعم اللوجستي وما لذلك ده مهم جدا، سواء بالنسبة لعملية النقل والطرق والمحاور المرورية وما لذلك، وجود الأبار أو وجود المياه وما لذلك، دي مهمة جدا. أن أنت بتخلق، بالإضافة طبعا بتخلق مجتمع عمراني مع هذه الزراعات اللي حضرتك يعني بتنشئها وما لذلك، على أساس ما تبقاش زراعة فقط، لا بتلاقي بعد كده مجتمع صناعي، مجتمع زراعي، بتلاقي يعني حاجات، يعني بتلاقي سكان بيسكنوا جنب هذه المساحات وما ذلك، بينشئ مجتمع جديد. صحيح. ان انت من خلال انشاء مدن جديده يعني مع هذه الزراعات، او ان هناك يعني فكر استراتيجي يعتبر خارج الصندوق عشان طبعا تخرج من عمليه الوادي للضيق وما ذلك. يعني في هذا الاجتماع زي ما حضرتك تفضلت استاذ محمد، عمليه التغذيه الكهربائيه وما ذلك، وزياده المحطات اللي هي بتغذي مثل هذه المشروعات وما ذلك اللي هي مهمه جدا، وهو عمليه الامن الغذائي، زياده مثل هذه المحاصيل، وزي ما قلنا يعني عملية توريد القمح لما بتزود يعني توريد القمح إلى ما يقرب من 2000 جنيه بالنسبة لي الأرداب، ده أدى إلى يعني وخاصة تشجيع المزارع على أنه يوسع في هذه المواد. طبعا يمكن خلالها النهاردة وامبارح يمكن وصلت العمليات التوريد لما يقرب من 2 مليون يعني طن من القمح، وما زالت طبعا عمليات التوريد المتوقع 4 مليون طن إن شاء الله. إن شاء الله بالزيادة دايما يا أستاذ حسن. اسمح لي طبعا هنتقل بحضرتك من النشاط الرئاسي إلى نشاط سيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الأسبوع والتفاصيل من خلال هذا التقرير القادم، نتابع مع حضراتكم وأرجع لضيف الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزين. استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور بشر خصلنا رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية وزير الدفاع، وأكد الجانبان الحرص على مواصلة العمل من أجل تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، وأهمية التنسيق القائم بين الجانبين على المستويات كافة تجاه التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة. وشهدت الزيارة إلى جانب عقد أعمال الدورة 32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، توقيع اتفاقيات جديدة وإجراء لقاءات ثنائية بين مسؤولي الجانبين في إطار العمل على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في الملفات ذات الأولوية للبلدين. عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية، وأشار إلى ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، وذلك في ضوء التنافسية الموجودة حاليا في بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول، إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقاومات في هذا الصدد. عقد مدبول اجتماعا لمتابعة خطوات إدارة وتشغيل المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم 20 برجا منها البرج الأيقوني أعلى برج في إفريقيا، وتم تنفيذها على مستوى عالمي، ويعد هذا المشروع فريدا في التصميم والتنفيذ وحجم الأعمال. ضمن الجهود الحكومية لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها وتأمين وتوفير إمدادات الطاقة الكهربائية اللازمة لجميع الأغراض التنموية والاستخدامات المختلفة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، هذا فضلا عن الجهود المبذولة للحد من سرقات الكهرباء والتعامل معها بشكل فوري. أصدر مدبولي قرارا بإنشاء ميناء بحري تخصصي سياحي دولي في مدينة رأس الحكمة الجديدة لاستقبال اليخوت والسفن السياحية، على أن تتولى وزارة النقل الإشراف الفني على تنفيذ إنشاء الميناء، كما عقد اجتماعا لمتابعة ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري، مؤكدا أن تصدير العقار من المقرر أن يسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي. تابع الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وأكد على أهمية الأعمال التي تتم حاليا ضمن المخطط العام لتطوير جزيرة الوراق بما يخدم أهداف التنمية الشاملة، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لإنهاء كل التعويضات المستحقة. مرحبا.
مرة تانية أعزائي المشاهدين مع ضيف الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيمة. أستاذ حسن، طبعا من خلال متابعتنا لهذا التقرير ونشاط السيد رئيس الوزراء، هناك العديد من النشاطات التي قام بها السيد رئيس الوزراء سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي. هنبدأ مع حضرتك طبعا، وأهم وأبرز هذه النشاطات كان لقاء السيد رئيس الوزراء بالسيد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة وزيارته لمصر وعقد اللجنة المشتركة المصرية الأردنية، أهم الاتفاقيات على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي. كما تعلم حضرتك أن العلاقات المصرية الأردنية هي علاقات متميزة جدا وعلاقات ترقى إلى مستوى الشراكة المستدامة يعني خلال الفترة القادمة. يعني هذه الشراكة نتيجة طبعا اهتمام قيادتي البلدين بعملية يعني زيادة مثل هذا التعاون الوثيق بين الدولة المصرية والمملكة الأردنية الهاشمية، وهناك زيارات متبادلة بين القيادتين. ده بيأكد أن هذه اللجنة يعني اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن من أكثر اللجان يعني انتظاما ويعني في عملية عقد مثل هذه اللجان ومن ذلك والدورات. تم عقد هذه الدورة رقم 32 من عمر هذه اللجنة. احنا عارفين على مدار 32 هناك عدد كبير من الاتفاقات ومذكرات التفاهم لا يقل عن حوالي 173 اتفاقية ومذكرة تفاهم، اللي احنا الدورة دي يعني بدأت من او بداية مثل هذه اللجان بدأت من 1985 وما زالت طبعا محتفظة بعملية الانعقاد المستمر. وشايفين التبادل التجاري بين طبعا مصر والأردن بما يقرب من حوالي 600 مليون دولار، ولكن يعني لا ترقى طبعا للمستوى اللي هي محتاجاه طبعا البلدين، وده أكدها رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي والتصريحات الصحفية والتلفزيونية اللي هو عقدها طبعا بعد اجتماع هذه الدورة. ومن ذلك قال والله لدينا طبعا يعني تبادل تجاري حوالي 600 مليون يعني دولار ومن ذلك، ولكن مطلوب يعني على مستوى الوزراء ومن ذلك زيادة مثل هذه يعني عملية التبادل التجاري والاقتصادي، وخاصة أن هناك علاقات وثيقة بين مصر والأردن. يمكن في العام الماضي لما ذهب رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له إلى المملكة الأردنية الهاشمية تم توقيع لا يقل عن حوالي 12 مذكرة تفاهم واتفاقية في عدد كبير من المجالات، منها المجال الاقتصادي التجاري الإعلام وما ذلك والبنية التحتية. ولكن في هذه الدورة اللي هي رقم يعني 32 عارفين الدولة المصرية مهتمة جدا بالتحول الرقمي الذكاء الاصطناعي ومن ذلك، حتى بالنسبة لعملية الجامعات والتعليم العالي وعملية اللوجستيات والنقل. الدولة المصرية لديها طبعا تجربة كبيرة في عملية النقل واللوجستيات، تستطيع ان هي تنقل مثل هذه التجربة للمملكة الأردنية الهاشمية وما ذلك، وهو ده اللي بيأكد طبعا يعني عمق العلاقات بين مصر والأردن. ويمكن قبل هذا الاجتماع كان يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى واستقبل رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ده تأكيد على عمق هذه العلاقات ومن ذلك، ونقل تحيات طبعا يعني ملك الأردن ومن ذلك، ده بيأكد على زيادة مثل هذه العلاقات بين مصر والأردن. نعم، أيضا نشاطات للسيد رئيس الوزراء خلال اجتماعه بالعديد من المسؤولين، كيف تابعت يا أستاذ حسن يعني هذه اللقاءات أو الاجتماعات التي كانت من قبل دكتور مصطفى مدبولي مع المسؤولين على مدار الأسبوع، ومن خلال تخصصك كمتخصص في ملف شؤون مجلس الوزراء؟ يعني مع بداية هذا الأسبوع كانت هناك زيارة مهمة لرئيس مجلس الوزراء إلى يعني شرم الشيخ ومن ذلك، ومتابعة مثل هذه يعني المشروعات التنموية، وهو ده بيأتي طبعا في إطار المتابعات الأسبوعية رئيس مجلس الوزراء لكافة المشروعات ومن ذلك، على أساس لو كانت هناك تحدى وهناك مشكلة بيتم حلها. ويمكن الواحد لاحظ شيء مهم جدا يعني في شرم الشيخ، هو عملية الرصد الحضري، مركز للرصد الحضري، ده بيرصد يعني عملية مدى رضاء المواطن عن المشروعات المنفذة، مدى رضاءه طبعا عن المشروعات السياحية ومن ذلك، والمستثمر كذلك. لو تم تعميم مثل هذا المركز على مستوى المدن والمحافظات مؤكد ان هو هيفرق معنا كتير
بالنسبه للمواطن، كذلك لعمليه طبعا يعني عمليه السياحه وما ذلك. الموضوع الاخر اللي هو تابع رئيس مجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع، يعني احنا عارفين الدوله المصريه مهتمه جدا بعمليه المدن الجديده وما ذلك، ومن ضمنها طبعا يعني مدينه الورق الجديده وما ذلك. فهناك عدد طبعا من الابراج السكنيه وما ذلك بيتم طبعا يعني انشائها، حوالي 90 برج وما ذلك، والبدايه طبعا يعني، والاهم هو يعني طبقا لتكليفات القياده السياسيه في هذا الشان هو تعويض المواطنين اللي هم بيطلعوا من هذه. وهناك عدد طبعا من المواطنين قال لك والله هنرجع مره اخرى يعني بعد ما بيتم التطوير وما ذلك، زي ما حدث في مثلث مسبير وما ذلك. يعني الدوله المصريه بتخير المواطن، حضرتك عاوز ترجع مره اخرى ولا عاوز تاخد مثلا مكان اخر، سواء في المدن الجديده زي يعني السادات كاراضي وما ذلك، او في حدائق اكتوبر واكتوبر الجديده. كان هناك يعني تخيير للمواطن كما حدث في السابق زي مثلث يعني مسبير. الامر الاخر من ضمن المتابعات الدوريه موضوع المناطق الاقتصاديه وما ذلك، اللي هو بيتم يعني تعديل قانون المناطق الاقتصاديه، وخاصه ان هناك وجد ان عدد كبير من المستثمرين او القطاع الخاص بيقبل على يعني انشاء مناطق حره وما ذلك. واحنا شفنا هذا الامر، احد المستثمرين انشا منطقه اقتصاديه في الفيوم وما ذلك، ارادت الدوله المصريه ان هي تجذب استثمارات جديده للمناطق الاقتصاديه وما ذلك، عشان كده بتعمل عمليه تيسير لكل هذه الامور. يمكن من ضمن المتابعات المهمه وهو يعني اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، يعني عشان طبعا متابعه المشروعات الخاصه طبعا بالكهرباء، عمليه رفع يعني كفاءه المحطات الخاصه بتوليد الكهرباء وما ذلك، بالاضافه طبعا عمليه منع يعني سرقه الكهرباء اللي هي الخلسه، يعني سرقه الكهرباء سواء في الشوارع او حتى بالنسبه للمنازل، ده تاكيد واضح، وهناك حملات طبعا على كافه مثل هذه المشروعات. نعم، انت تسمح لي استاذ حسن هننتقل مع حضراتكم لمتابعه اهم الاحداث المحليه خلال الاسبوع، ونتابع تفاصيلها من خلال التقرير التالي. أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أنه تقرر بدءا من صباح اليوم الموافق 15 مايو 2024 التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث 3C، والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة، مرورا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبلاق الدقرور. التقى فريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن ذياب بن صقر عبد الله النعيمي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حاليا وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات. شارك الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2024. وخلال كلمته استعرض جهود الدولة العربية في مجال منع ومكافحة الفساد، والتي تأتي تنفيذا لبنود الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والمكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 13,297,140 مواطنا ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021. استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية لقفز الموانع، وسط إشادة كبيرة بإمكانات الوادي التنظيمية واللوجستية. مرة ثانية أعزائي المشاهدين برجع لضيف الكريم الأستاذ حسن أبو خديم. أستاذ حسن، من خلال متابعتنا لهذا التقرير كان من أهم
ما عرض في هذا التقرير الحقيقة هو مشروع مترو الأنفاق، المرحلة التجريبية للجزء الثالث من المرحلة الثالثة. طبعا هذا المشروع العملاق الكبير الحقيقة بيعتبر نقلة حضارية جدا بالنسبة لمصر ولشبكة المواصلات، وبيسر على المواطنين بشكل كبير جدا، وبدأ بالفعل كمان يا أستاذ حسن في المرحلة الثالثة الحقيقة انتقل للعديد من المناطق المزدحمة بالفعل، زي جامعة دول عربية، زي جامعة القاهرة، زي بلاء الدكرور، زي التوسيعية، زي إمبابة. طبعا دي كتل سكانية كبيرة جدا هيخدم شريحة كبيرة جدا من المجتمع. وبالفعل زي ما حضرتك تفضلت استاذ محمد، يعني احنا عارفين هذا الخط بدايه من يعني محطه عدلي منصور حتى وصولا طبعا ب يعني مرورا طبعا ب يعني العتبه ومن ذلك حتى وصولا طبعا لجامعه الدول العربيه وامبابا وولايه الدكرور طبعا مع جامعه القاهره، طوله حوالي 41، هو طول الخط كله من عدلي منصور طول الخط كله 41 يعني كيلو متر، يمكن عدد المحطات حوالي 34 محطه، وكده يعتبر اكتمل هذا الخط بالتشغيل التجريبي بالنسبه للركاب في منتصف هذا الشهر. وزي ما حضرتك تفضلت في هذا الكلام الجميل حضرتك استاذ محمد، عمليه الكتل السكانيه الكبيره هذه الكتل سواء بلاد دكرور او امبابا وبعض المناطق بيخدم السكان اللي هم كانوا اللي عاوز يروح طبعا العاصمه الاداريه الجديده، عاوز يروح محطه عدلي منصور، اصبحت ان انت يعني بتربط القاهره الكبرى بوسيله يعني وسيله مواصلات امنه وخضراء وما ذلك بعيد عن التلوث وما ذلك، مهم جدا مثل هذه الوسائل. ويمكن الدوله المصريه دلوقتي طبعا شغاله في الخط الاخر طبعا يعني الخاص طبعا بشارع الهرم وما ذلك، ويعني وانشاء عدد كبير من المحطات في ميدان الرمايه وما ذلك اللي هو طبعا هيخدم المتحف المصري الكبير. بالفعل يعني المترو الانفاق فرق كتير معانا يعني في هذه المسافه، رائع الحقيقه يعني المسافه، يعني لو واحد معاه عربيه وما ذلك هيترك العربيه بتاعته وهياخد مترو الانفاق، وخاصه الناس اللي هو ركبوا هذا الخط هو يعني بيفرق كتير عن الخط الاول والثاني، رغم وجود حاليا هناك خطه يعني بيتم تطوير فيها الخط الاول والثاني، وخاصه الخط الاول يعني المرج يعني حلوان نتيجه طبعا وجوده بقاله عده سنوات ومن ذلك، ولكن الدوله المصريه ووزاره النقل بدات في عمليه تطوير هذا الخط عشان طبعا يتواكب وزياده يعني عمليات التقاطع وما ذلك، على اساس بيخدم طبعا قاعده كبيره من المواطنين. نعم، طيب هنتقل بحضرتك للجزئية الأخيرة وهي طبعا عقد الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تابعت هذا المؤتمر ازاي أستاذ حسن؟ أنا تابعته على أساس يعني ليه شرف إن أنا بغطي هيئة الرقابة الإدارية في روز اليوسف، الصراحة يعني هناك مجهودات كبيرة طبعا بتقوم بها هيئة الرقابة الإدارية بالنسبة لمكافحة الفساد، سواء بالنسبة للفساد المالي أو عملية الروتين والبيروقراطية وعملية يعني وجود دورات تدريبية على مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية بالنسبة للموظفين. ويمكن قبل انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة كان هناك تنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على عقد مثل هذه الدورات التدريبية، يعني من خلال هذا يعني الاجتماع أو الدورة الخامسة ومشاركة الوزير يعني الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية في الجامعة العربية عن طريق الأمانة العامة وإلقاء كلمة، اللي هو طبعا ركز على تجربة الدولة المصرية بالنسبة لي يعني الدورات التدريبية بالنسبة لي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، كذلك مثل هذه الدورات، ويعني والدولة المصرية عملت يعني جهود كبيرة بالنسبة لمكافحة الفساد. الواحد بيذكر نفسه والسادة المشاهدين عندما ذهب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية وأطلق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. نعم. 2014 2018، وكان لي الشرف ان انا حضرت يعني اطلاق المرحله الثانيه في عام 2018 في يعني في مدينه شرم الشيخ 2019 حتى 2022، وبعد ذلك يعني تم اطلاق المرحله الثالثه 2023 وحتى 2030. طبعا كان هناك على هامش هذه يعني الدوره لقاءات بين الوزير عمرو عادل وعدد طبعا من الساده المشاركين وما ذلك، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر يعني والعديد من الدول وفلسطين
ويعني يعني وعدد كبير طبعا من هذه اللقاءات، وخاصة جهاز الإمارات للمحاسبة، على أساس بيتم تبادل مثل هذه الخبرات الواسعة لدى الدولة المصرية وإعطاء هذه التجربة للدول الأخرى. الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسن على وجودك معايا، ولكم مني ومن أسرة البرنامج في برنامجكم نهاية الأسبوع أطيب وأرق المنى، في أمان الله.